يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في بعض كتب آداب طلب العلم أن يجلس الطالب في مجلس شيخه جلسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكئ ولا يمد رجله في مجلس شيخه ولا يتكلم في مجلس شيخه، وأن من تكلم في مجلس الشيخ فإنه لا يفلح. يقول فإنه لا يفلح، فهل هذه كلها آداب صحيحة لا غلو فيها؟ نعم، من آداب طالب العلم في عند شيخه أن يحترمه أول شيء، أن يحترم الشيخ ويوقره، وأن يتأدب معه ويحسن السؤال ويستمع ويتلقى من شيخه بأدب وعدم حركة وعدم، وأن لا يجلس جلسة الإنسان المتكبر، يجلس جلسة الإنسان المتعلم مع معلمه. وآداب طالب العلم ولف فيها مؤلفات، منها ما ألفه الحافظ الخطيب البغدادي في آداب العالم والمتعلم، ومنها ما ألفه الإمام بن عبد البر وغير ذلك في هذا الباب. نعم.